تزوج رجل أعسر اليد، امرأة يمناء اليد، فأنجبا ولد أعسر سليم وبنت يمناء اليد مصابة بعمى الألوان. ما الطرز الوراثي والمظهري للأفراد المحتمل ولادتهم؟ وما نوع الوراثة في الصفتين؟ بما أنه أعسر وأيمن، إذا صفة سائدة متنحية، هاي مال المندل، نرمز لعامل الصفة السائدة أيمن اليد R capital، نرمز لعامل الصفة المتنحية أعسر اليد R small. طراز الوراثي للصفة السائدة أيمن اليد R capital فراغي، أما R يعني اثنيناتهم نقية أو هجينة. الطراز الوراثي للصفة المتنحية أعسر اليد اثنيناتهم مصمول، هاي مندل، إذا ما نوع الوراثة بالصفتين؟ هاي أول وحدة مندل. مرض عمى الألوان، هذا نوع الوراثة الثانية، الوراثة المرتبطة بالجنس في الإنسان على كروموسوم إكس، وهي هي جين متنحي، ورمزوا لها حرف سي سمول. الطراز الوراثي لذكر سليم من مرض عمى الألوان، إكس واي هاي على الذكر، وسليم كابتل نحطها لأن هي اللي سبب المرض صفة متنحية. الطراز الوراثي لذكر مصاب سمول نحطها فوق الإكس لأن هي من الوراثة المرتبطة بالجنس الإكس. الطراز الوراثي لأنثى سليمة من المرض، إكس إكس هي أنثى، كابتل بكابتل إنه هي ما بيها سليمة، يعني من هذا عمل ألوان. الطراز الوراثي لأنثى حامل المرض، هي بالظاهر سليمة، طرز المظهرية سليمة، لكن الوراثية ما ندري بها، من تجيب جهال يلا نعرف، واحدة نحط كابتل والثانية سمول. الطراز الوراثي لأنثى مصابة بعمل ألوان، ثنيناتهم سمول، حفظ هذني، إذا هذه وراثة مرتبطة بالجنس إكس بالإنسان، وهاي وراثة مندلية. نسوي مسودة بعدين نمسحها. هاي المسودة، هذا رجل أعسر اليد، تزوج امرأة يمناء اليد، ما قايلين شنو هم، مصابين ما مصابين ما حاجة، فبس قالوا جابوا ولد أعسر سليم من المرض طبعا، وبنية يمناء مصابة بعمل ألوان. من قالوا مصابة بعمل ألوان، هسه نحط لازم الطراز مال عمل ألوان. أول ما نحط أعسر، شنو الطراز مال الأعسر؟ سمول سمول، هاي أعسر اليد سمول سمول، حتى الأبو هم أعسر، هم سمول بسمول. زوجته يمناء، يمناء اليد R كابتل وفراغ، ما ندري هذا أو هذا. هسا خنحل، هاي هو ابنهم، هذا يسراوي، تجيب دائما الأبو ينطي نص الكروموسومات وما هو، إذا هو ابنهم صدق غير هاي جايبها من أمه، فإذا هذا هنا مكانه. هسا نجي نحلت مات الأعسر اليد، نجي على إصابة بعمل ألوان، بنية مصابة بعمل ألوان، هاي أنثى مصابة بعمل ألوان، ها إكس إكس فوقهم سمول بسمول. زين، هي تجيب تاخذ الإكس من أبوها، الأبو إكس واي، خل نكتب، والأم إكس إكس، لأن هاي وراثة مرتبطة بالجنس، فلازم نحط الإكس والإكس إكس والإكس واي. زين، هي بتهم مين جابت هاي الصفة المتنحية؟ أكيد من أبو أثار، طلع أبوها شنو هم ما يشوف الألوان، أمها هنا وحدة من عدن، إذا هاي سمول نحطه فوق هنا فوق الإكس، هذا طلع الأبو هم أعسر وهم ما يشوف الألوان، هذا الأبو حلينا، وهاي هنا نحطها الأماية. زين، هنا ما أدري شو نحط، هما قالوا ولد سليم، الولد ياخذ الواي من أبوه، أمه هي تنطي الأكس، هم زين ما انطت هاي الأكس، إذا مدال هو سليم، إذا أمه عندها طرز اللي هي أكس سي كابتل السليم، انطت لابنها هذا. هسا حليناهم، نمسح المسودة. إذا هذا رجل أعسر مصاب بعمل ألوان، تزوج من هاي يمناء حاملة لمرض عمل ألوان. هسا عند تكوين الأمشاج،
هاي الأمية 4 أمشاج، هاي ويا الثاني نفس هذا يطلع، فنحط وحدة، حطوا لحظة ثانية يعني ماكو فرق بس زيادة بالعدد، حتى هاي ويا هاي نفس هذا يطلع، وما نزيد بالعدد كافي علينا يعني 2 مشابهات، هذولي 4 مختلفات نحطهم، بس المشابه ما نحطه كافي. هسه نسوي مربع بونيت، هسه هذا الذكر نجيب هاي الأمشاج نحط وحدة هنا وهاي نحط هنا، هاي أمشاج الأنثى نجيبهم هنا نحطهم، هذولي نحطينا. هسه نشوف الأفراد، عفوا إذا هذولي كل الأناث، هاي حامل المرض، حامل المرض هاي يمنع أسرة، هاي أنثى، إذا هذا ذكر أعسر مصاب، وهذا أعسر سليم، هذا الجاهل اللي حلينا السؤال، والبنية هاي البنية يمنع مصابة، هاي هم حلينا بهاي وهاي، هذول الأفراد.